هبدأ مع الأستاذ أبو المعاطي. يعني إزاي أستاذ أبو المعاطي شفت أو رأيت هذه الاعتقالات الأخيرة في مصر والتي طالت السفير معصوم مرزوق والدكتور يحيى الأزاز وآخرين؟ دي حالة رعب شديدة جدا لدى الدكتاتور السيسي. نعم. من أي دعوة موجهة للشعب المصري للاحتجاج ضده حتى لو كان بطريقة سلمية. أيوه. فالشخصيات اللي سيادتك ذكرتها ده سفير معصوم، دكتور يحيى الأزاز، دكتور رائد نرمين مع حفظ الألقاب، مع نرمين، مع سعودي، كلها شخصيات وطنية بتحب هذا البلد، بتتمنى الخير لشعبه، ودعت إلى شكل من أشكال الاحتجاج ضد السياسات اللي بيمارسها هذا النظام. دعت لده علناً من خلال مؤتمر صحفي ومن خلال ورق مطبوع، ولم تدعو إلى السر، لم تكون تنظيم سري. نعم. ما استخدعتش لاستخدام العنف، ودعت إلى أن يوم 31 أغسطس يكون هناك زي مؤتمر موسع مفتوح في ميدان التحرير لمناقشة أحوال الوطن. المبادرة في حد ذاتها اللي عملها السفير معصوم مبادرة سلمية جداً ومتواضعة جدا ومتدنية حتى في مطالبها. أيوة. لأنها بتعترف حتى بالسيسي كرئيس. أيوة. لكن بتقول له إن في غضب ورافض شعبي لسياساتك، فمحتاجين إنك أنت تأكد إنك شرعيتك لسه مستمرة ولا شرعيتك فقدتها خلاص. أيوة. فبتدعو الاستفتاء وبتقول لو هذا الاستفتاء أنت حصلت فيه على 50% زائد واحد كمل مدتك الدستورية. أيوة. لو ما حصلتش اتفضل مع السلامة. طيب هي يعني هنا دعوة المبادرة طرحت يعني ما فيهاش اسقاط عسكر. آه. ما فيهاش دعوة إلى الخروج في مظاهرات. أيوة. لإسقاطه، لا بالعكس، دعوة سلمية وراقية جدا وبتدروا ضمانات أكتر، رغم أن كلنا عارفين أن الاستفتاءات دي هتبقى مزورة. أيوة. وعارفين كويس أوي أنه هو متخصص الانتخابات الأخيرة، هو مش شرعي طبعا. ورغم عن ذلك كان السفير معصوم بحسن نية أو بقصد بذكاء، أو كل العبيط على قد عقله. بالضبط، يعني بذكاء عاوز يكشفه أن هذا الرجل حتى الحلول الصغيرة جدا والمتدنية في مطالبها هو كمان رافضها. أيوة. وبالتالي اللي حصل ده للسفير معصوم والمجموعة الأصدقاء زي يحيى الأزاز والآخرين يثبت حاجة مهمة جدا جدا، وهو نهاية مرحلة لا مطالبات ولا مبادرات مع السيسي. السيسي بيقول أنا قاعد، واللي مش عاجبه أنا مش هتغير بشكل سلمي. أيوة. أنا مش ماشي بشكل سلمي، اللي عاوز بقى تشيل سلاح ضدي. طبعا دي دعوة خطيرة، ده حالة عبد الفتاح السيسي دلوقتي. بالظبط، وده حالة خطيرة جدا، لأنه هنا معناه انه هو كفاقد للشرعيه بتاعته، وثبت تماما انه هو خايف حتى من الاستفتاء يعمله هو مزور. أيوة. انه هو بيدعو الناس الى اللجوء الى العنف.